البرج تعالوا شوفوا ولدوا 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 البرج تعالوا شوفوا هتبني الصبح عماره هتبات مش لاقي ازاي يا حدوخ انا والنداره على برجك لو هتدوب يلا فرصة ايها السادة كل واحد يحضر برجه ويتهيأ لاستماع بخته ونصيبه البرج الاول اسد الاسد وصاحب الاسد ده اسد دايما تلاقي برج الاسد صاحبه اسد قاعد في البرج خوف سعيد في عش الزوجية والزوجة سقياك شهد في كاس اسد من السعادة انت وهي كل يوم تقول للناس الصبح لما اقوم من النوم الاقيك ادي الاسد تحت السرير الحمل عشان ما حدش يفهم غلط ايها السادة في فرق بين الحمل والحمل اللي هنتكلم عليه الحمل اللي هو خروف بس لم يبلغ سن الرشد بيبي بيقول ايه الحمل برج الجميل حاجة ظريفة جوزك هيشتغل ادعيله هيعينوه بعيد في وظيفة وتودعيه وتغنيله خايفة لما تسافر يا زوجي العدي الدلو بس يا حلو برج الدلو ده اسم الدلع الدلو انما اصلا في شهادة الميلاد جردل دردل باللغة الدردش لا ده انا كمان الدلو من عيلة كبيرة او عريقة على خيشة خيشة باشا قدلو بيقول ايه الدلو كله غرام نجمك صاعد بس لتحت الطب في غرام انتيكا تلاقي نفسك اتسوحت وتغني من غير مزيكا وعجبي عجبي على بنت بيضا واسمها كنايات تبع الثمن مطول بتنطح وترفص وليها في الكاراتيه واخر الدكان انا طلع لها شنبان اللي بعده الطور برج طور وصلنا للابراج اللي بتفهم عين العقل الطور ده بقى كله تخطيط ومكسب وفلوس مشروع تجاري ومكتوب لك عشان ضميرك يا ابني سليم بفضل جهدك هيكون لك محل لعصير البرسيم ولو عدلين على ناس يقولوا لك مرحب مرحب يا حيوان دكتور دكتور مرزق العقل جدي الجدي برج المفاجآت الجدي زيارة مفاجأة ضيف عزيز هيدق الباب جاي بعشم زي العادة تقابله في غاية الترحاب وتقول في وشه بسعادة وشك حلوة عليا لو شفته الصبحية اشهد بالعصرية بمناسبة اشحت في العصرية دي بقى بقولك الشحاتين عايزين يطوروا الشحاتة اجتمع كل الشحاتين وعملوا ندوة الندوة الندوة العلمية للشحاتة اليدوية صحافة واخبار وتلفزيون وحضر الندوة حشد كبير من نجوم المتشردين وعلى رأسهم المتسول الامثل عبده مادد ايده خريج معهد الكونسرت الاتوار
ومؤلف كتاب اصول التباتة في لغات الشحاتة. ونعم التاليف. لغات الشحاتة انجليزي بليز جيف مي وان قرش، فرنساوي سيلفوبلو اديني للو، بالنجريجي كالسبيرا اتسجيرا، بالهندي بقى شليما اكا اوباريزا مصورة، عايزين ناكل هندي مام 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 مام. دي لغات الشحات. بمناسبة اللغات عموما بقى، واحد سوري شامي سوري، حلو الوفد السوري هنا كمان يعني فرصة. شامي سوري مسافر بره، بيسأل واحد صاحبه اعمل ايه في اللغات، ما بتكلم انجليزي. قالوا ايه انجليزي؟ تتعوج بقك بس. يبقى ده انجليزي، مش حالك خيي سافر. سافر اول واحد قابله في المطار السلام عليكم، محدش رد. تاني واحد السلام عليكم، محدش رد. فين وقع في واحد السلام عليكم، قال عليكم السلام. قال لك بس ده انجليزي بقى نتفاهم. نساله ما تعرفش حته ناكو مطعم؟ قال له عارف بينا ماشيين سوا الاثنين. كيفك؟ الحمد لله. انت منين؟ قال له من حلب. قال له وانت؟ قال له من حلب. قال له امال بنتكلم انجليزي مع بعض ليه؟ بلدياتنا بقى هبلي وبحري. بلدياتنا احنا بقى هبلي وبحري. نبتدي بإبلي ولا بحري؟ إبلي طبعا. واحدة واحدة. واحدة واحدة عشان يبقى موازنة محدش يزعل. ونبتدي بإبلي طبعا. هو قانونا إبلي. صعيدة أحباب الله. عينوا واحد صعيدي في البلدية يخطط الأرض خطوط البيضة اللي في الطريق. مسكوه خط الصعيد من أول الجيزة عشان عارفوا الجردل بتاع اللون الأبيض والفرشة. أول يوم عمل 5 كيلو، تاني يوم 3، تالت يوم 500 متر، كل يوم بيقل. الرئيس بتاعه بيقول له المفروض تزود الإنتاج مش تقلله. قال له عامل لك ياما الدردل في الديزة. واحدة بحر اهي اللي جاي على طول، يعني بواحدة واحدة. فلاح بيشتغل في الغيط، نقلنا بحر. ايوه السادة، فلاح بيشتغل في الغيط وحاطط الحمار بتاعه شويه برسيم، وجنب البرسيم راديو ترانزستور بيسمعه كده صاحب مزاج. الحمار بلع الراديو، فلاح تاني معدي لقى المزيكا طالعه من الحمار كده. قال يا سلام، اول مره اشوف مطرب شخصيا. واحدة واحدة. ننقل ابلي ولا ما احنا قلنا واحدة واحدة يا استاذ احمد اهو، يعني واحدة واحدة موازنة كده يعني. الدور على ابلي الوقت رسمي. دخل مسرح هو ومراته بالصدفة. المسرح كان فيه باليه، رأس باليه. 7-8 دقايق مراته نامت. اما روحوا البيت بيسالوهم عملتوا ايه؟ قالوا دخلنا مرسح. الممثلين في منتهى الانسانيه، شافوا مرتي نايمه بيرقصوا على طراطيف صوابعهم. بحري. اتنين فلاحين دخلوا الجيش، شباب بقى صغارين حلوين كده. الشاويش بيسأل الاولاني اسمك ايه؟ قال له قاسم. اسمك ايه؟ قال له قاسم. اتغاظ قوي راح مديله قلم، قال له مفيش انا قاسم، في قاسم وانت؟ قال له احمد. لا 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 لا
ابني بقى. الله يرضى عليك يا ابني. واحد بيسأل واحد صعب بقول له البيت صعيبي، قال له ايوه بس بتعالج. بحري نازل مصر مع مراته وابنه بيفسح الاولاد يعني. اول ما نزلوا محطة مصر ابنه بيشاور له على تمثال رمسيس، ايه ده يابا؟ قال له معرفش. راحوا البرج، ايه ده يابا؟ معرفش. الهرم، ايه ده يابا؟ معرفش. امه بتقول له كفايه ولا هريت ابوك اسئلي. لا سيه خليه يتعلم. وفي ناس بتزعل الموضوع ابلي وبحري. انا اقول لكم على فكره ايها الساده، انا اقول لكم النكته وانتوا تعرفوا دي ابلي ولا بحري. يبقى انا براءه ما قلتش حاجه. ودى حته قماش للترزي فصل بنطلون الترزي، بيساله تحب نعمل لك البنطلون ده بسوسته ولا بزراير؟ قال له لعبه ترباس. راكبه ابلي دي مش ممكن تبقى بحري ابدا. يقول على بحر يبقى ابلي لا مؤاخذه بقى. راكبه واحده راكبه بحر بقى، واحد ست نايمه بالليل اي خدمه. واحده ست نايمه بالليل حست باصوات في البيت غريبه كده، بتصحي جوزها، ابو محمد قوم الظاهر في حراميه. قال لها قومي انت لاكلوا حريم. يا حول الله، يا حول الله، وده الظهر عقله خف راكب عجله ولف شايل يابطه وصف ملها التيفه ورا تنتخبوا مين شغتة وحبيبكم مين شغتة يا معلم شغتة روق انت راجل جزار مالك ومال السياسة ابدا انا خير من يمثلكم ويلف في الدايرة صبيانه حواليه يهتفوا بقى كل واحد ماسك عظمة الرمز بتاع صبيانه يهتفوا وهو يرد عليهم سيد شغتة الرجل الشارع افريش ليكوا الارض كوارع سير يا شغطة وراك هنسير هقوي ركبكم بالمواسير وهجيب لكم مذابح بالذرة شوف تفتح الحنفية تنزل شوربة بالالوان عشان الفيديو كله بالكلبلوتر اشتغل الكلبلوتر اطلع لكم عظم صناعي مشهور الكلاب الضالة شكلها ولا كلب ضال في الشارع كلاب الحتة تحيي شغطة يا حول الله يا حول الله وده لعيب كورة ينط ينزل منه الشرطة من كتر ما بيعوق رجليه مش شايلة لعيب كورة ورجليه مش شايلة يقول لك انا مفيش مني انا احسن واحد يقف حيطة اعوذ بالله من قولت انا ما احبش اقول انا بس انا لو في مني اتنين كنا خدنا كاسه فيها حلمي وبعدين انا ما اتكلمش الجمهور هو اللي اتكلم اول ما انزل الملعب بيب بيب بعجر اعجاب وتقدير بعجر قال حاضر ويا ريته ما حاضر بيقدروني ليه طريقتي في اللعب الصراحة هي تقول لي يا بنية اقول لك لا مش هي تقول لي امريكا اقول لك ولا مجرية طريقتي اجيب لي جوان بعد الماتش بشوية سقف 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 واحد اثنين ثلاثة ده ونص بعجع كل ما يمشي طص اطص انا بطص ليه عشان خاطركم
انت مش بتسمع في المدرج يقول لك خش علي يعني طص، خش علي انا طص ملك الطص وملك الرص والمخمخه. ايوه واخد نفس عميق انزل الملعب اكرس مجهودي بقى وباص الكوره لزميلي بتأني وبمزاج مساخي تكون الفرقه الثانيه روحت بالسلامه. الجمهور يهتف بعجر يا ملك تطبيش اكتب طلع منا غشيش قاعدين اسكاروا في بار كاسك وكاسك البي منين قال له مش شبرا قال له انا كمان مش شبرا كاسك وكاسك منين في شبرا قال له مش خلوصي قال له انا كمان مش خلوصي كاسك وكاسك منين في شارع خلوصي قال له نمرة عشرة قال له انا كمان نمرة عشرة كاسك وكاسك شقة كام قال له شقة تسعة قال له ظروف سعيدة دي انا كمان في شقة تسعة قال له لا انا اللي شقة تسعة لا انا لا انا دي بتاخدهم خناقة على الشقة. واحد بيقول للجرسون ما تشوف الجماعة اللي بتخانقوا دول تخلصهم قال له لا سيبهم ده الراجل ده وابنه كلهم اسكاروا وضربوا بعض شركة افلام رط رط بزوط مير شركة رط رط مير التي قدمت من قبل الفيلم الخالد احلام الكوز المخروم يسرها ان تقدم الفيلم الاستعراضي الكبير بس قولوا لامي الفيلم الحائز على اعجاب النقاد المتخلفين عقليا بس قولوا لامي الفيلم الذي اخذ الكمبور في مهرجان كوالا لامبور بالاشتراك مع مطربة الفولكلورات الحية واكلت اللحم النية المطربة الارهابية ابتزال رسمي ابتزال يا ولد اللي مالك امي وابويا ضربوني علشانك كل هذا في الفيلم الكبير بس قولوا لامي سياسة اسرار تزاع لاول مرة فيك من يكتم السر في بير معكش ربع جنيه سلف ولا كأني سمعت حاجة مواقف اجتماعية وحيد يا ابني يا وحيد انت كبرت بقيت شعر وتتحمل الصدمة يا ابني انا ما بقاش ابوك كده وكمان تش يعني ايه بتخلع ما تبقى مين ابقى امك بس قولوا لامي لاول مرة يرقص ويغني ويمثل المطرب المعجزة عبدو الاخرس أبا أبا أبا
ومين ده؟ حبيبي. الرقاصة بقى اللي عديت مع الرقاصة باختصار كده، رقاصة بس مش زي الرقاصات اللي شفتوهم النهاردة. اللي شفتوهم النهاردة دول ولاد ناس ومحترمين. رقاصة بقى مش زي اللي معانا، توفت. تفكرنيش. كل الرقاصات زعلوا وطابور وراها بقى، كل نقابة الرقاصات زعلانين قوي بس بدل الرقص. عشان تبقى الجنازة صيفي. طابور بقى ادخل رقاصة فاول الطابور اسمها سنية حتة واحدة، وراها خديجة منجفتسة، زينب العجلة، وانت نازل يعني ارفع فارفع فارفع لغاية ليلى اوالح في الاخر. الرقاصة الكبيرة تقول، بقيت الرقاصات يرد وراها متأثرين بقى ورسمت بدل الرقص. الرقاصة الكبيرة تقول وراء فرقة المزيكا بتاعتها بتجامل بقى فرقتها وموسيقية وراء اخر راحت اليوم. عيل صغير ماشي معاه جنيه، الجنيه باين في ايده ومزيكة الجنازة اتقلبت اوام. الطريق اسم فيلم ده. الباو بقى حوار بين الرئيس متقال ومحمد طار، وفي التطور برضو الرئيس متقال مسقال ومحمد طه وبيتناقشوا في التطور. متقال وطه بيتكلموا في التطور، كارثه. ابتدى الرئيس متقال يلا التطور، انا اول واحد يدخل الجباره والدرج، تشوف كل الفرق هيجيبوا عيال خنافس مسلوعين كده على الجبارة والدرك، اطفال الانابيب. انا عندي اطفال البلاليص كده، اسمعك الفراولة بعد ما طورناها بالجبارة والدرج والبو، الالة الكهربائية الحديثة، البو البو ابو علي، ركبت الكهرباء ده البو الامريكاني من لوس اندلوس بترابه. اوكي
خير. عطل فن وعر. الموتور قفش. دول يا ولا ولدي. دي مزيكا زيادة. في حاجة طلعت من الدورة. في دورة في الشيراتون. اقعد انت. اقعد انت سيب الامن المركزي يتصرف. فين محمد النايل. ابقى حط كفروبيت في البوا ابو علي. حطيها نوترين. بلاش النوترين. بلاش النوترين. يا ولد انت بالذات بلاش النوترين. بلاش النوترين الفرقة هتلحس. محمد طنطا ليه الساعة تقول لي باو جاب باو لما يلهافك. دي تطور. دي تدهور. انا اقول لك تطور اني بقى محمد طه لفيت العالم. سأل عليا في لندن. لندن نيو طه كلوب. سمعك قلت ايه في امريكا. في امريكا. فين يا ريس بالظبط؟ في امريكا. وصفه يعني. امريكا فيها وصف. انت هتروح بالبيجو. وصف. في امريكا ذات نفسية في مولد سيدك. همبرجر. بيحيي كل العائلات. عائلة فورد والفراودي وعائلة نيكسون. النواكس. اما الدورات دي بعدها مدام مريكة بتحيي الخواجة ابو الليف صاحب مصانع المعاطف السامسونايت. وبتحيي الخواجة طموش اللي طنش وما نقطنوش.